يبقى احنا قبل ما نبتدي ونشوف الابنورمالتيز بتاعه الايليد لازم نعرف النورمال ايليد بيبقى عامل ازاي. ده هنا الجروس اناتومي للنورمال ايليدز. طبعا عندنا دي اسمها الميديال كانسس ودي اسمها اللاترال كانسس. الميديال كانسس هنا بتبقى راوندد ان شيب وفي اليفيشن موجود هنا بنسميه الكرانكل وفي هنا ايه فولد بنسميها البلايكا سيميلوناريز اللي هو الجزء ده تمام. عندنا ده طبعا الابر ايه الابر ايليد واللي فوق ده بنسميه الليد كريز اللي فوق ده بنسميه الليد كريز والليد كريز ده ناتج من الانسرشن بتاع الليفيتور في السكن بيعمل الليد كريز وله مقاييس معينه المفروض هتعرفوها في النظر. الدايركشن بتاع الايلاشز زي ما انتم شايفين هنا بيبقى ايه فوق فوروردز وسلايتلي ابوردز وسلايتلي لاترالي وتحت ايه برضو فورورد ولاترالي بس جاي داونورد شويه تمام. مفيش ايه ايلاشز لمسه لايه الجلوب خالص تمام. وعندنا اللاترال كانسس بيبقى ايه اكيوت مارجن بالايه اكيوت انجل بالمنظر ده. طيب ده يبقى ده شكل الايه النورمال ايليد. بعد كده بقى نشوف الايه الشرح اللي بعد كده عشان نفهم الايه الباثولوجي بتاعه. ده هنا زي ما شايفين هنا في الابر ايليد المشكله عندنا هنا لو فاكرين الاي لاشز والدايركشن بتاعها في الشرح الاولانيه هنعرف هنا ايه ان الاي لاشز في الشريحه دي زي ما انتم شايفين الدايركشن بتاعها نازله لتحت وعماله ايه تعمل رابنج اجينست الايه الجلوب تمام. ودي واخده كل الايه الليد الابر ايليد وكمان الابر ايليد المارجن بتاعته انفيرتد لجوه انفيرتد لجوه. في الحاله دي بنسميها ايه انتروبيوم. لما يكون عندنا رولنج انوردز للليد مارجن بنسميها انتروبيوم. بيبقى فيه كمان رابنج للايه للاي لاشز مع الجلوب يبقى ايه انتروبيوم تريكيزز. انتروبيوم معناه ان الايه الليد مارجن انرولد انوردز وكمان اللاشز ايه عماله بتعمل رابنج اجينست الجلوب والدايركشن بتاعها ما هوش ايه مظبوط. يبقى دي حاله انتروبيوم ايه تريكيز. طب سبب الانتروبيوم تريكيز ايه؟ لما نيجي نقلب الليد هنبص تحت ايه الليد كده يمه البالبيبرال كونجكتيفا اللي لازقه في الترسس هنلاقي ان في هنا ايه حتت بيضه كده بتمثل فايبروزز او سكارنج تمام. ده عيان كان عنده تراكوما والتراكوما هيلد وسبب التليرنج بتاعها ايه الفايبروزز اللي بالمنظر ده. الفايبروز ده اتعمل شورتنج للترسس اللي هو البوستيريور لاميلا بتاعه الايليد. فلما حصل شورتنج البوستيريور لاميلا الانتيريور لاميلا اللي هو الجلد قام جاي ايه لافف لجوه هو والايه الايلاشز اللي موجوده فيه. يبقى الحاله دي في الاخر سيكاتريشال ابر ايليد انتروبيون تريكيز. في النورمال اناتومي المفروض ان المسافه ما بين الميديال كانسس على ناحيتين الاثنين تكون مساويه للمسافه ما بين الميديال كانسس واللاترال كانسس. بمعنى اخر ان الانتر كانسل ديستانس دي تكون مساويه لللينس بتاع البالبيبرال ايه فيشر. طيب هنا لما نيجي نشوف في السلايد ديت هنلاقي ان المسافه بين الميديال كانسس هنا والميديال كانسس هنا اكبر بكتير من المسافه بين الميديال كانسس واللاترال ايه كانسس. ديت حاله بنسميها ايه تيلي كانسس. تيلي كانسس معناها ان في فرق كبير ما بين الايه الميديال كانسس على ناحيتين الاثنين. ولو جينا نبص كمان لفتحه البالبيبرال فيشر هنلاقي انها اصغر من الطبيعي تمام. يعني فيها دي او في موزز فنسميها بليفرو في موزز. كمان هنا اللي يلاحظ في اللور ايليد هيلاقي ان اللور ايليد هنا ماشي الايدجز بتاعته او المارجن بتاعته ما هياش لازقه في الجلوب زي ما المفروض يكون موجود وجزء من البابيبرال كونجكتيفا باين. ده ايه هنا في حاجه اسمها اكتروبيوم بس الاكتروبيوم هنا واخد الحته اللاترال بس اللاترال ايه اكتروبيوم. يبقى ده سندروم في تيلي كانسس وفي حاجه اسمها ناروينج في البالبيبرال فيشر او بليفرو في موزز وفي معاه كمان لاترال ايه اكتروبيوم بنسميه بليفرو في موزز سندروم. بليفرو في موزز سندروم تمام. طيب نيجي هنا برضو لو فاكرين السلايز الاولانيه اللي احنا كنا شفناها اللي هي دي زي ما شايفين هنا الليد مارجن اللور ليد مارجن لازقه فين في الجلوب بالمنظر ده عشان تسمح للتير ان هو ايه ينزلق عليها لحد ما يوصل لايه للفتحه بتاعه الايه التير درينج للبانكتوم وايه ويصرف الدرينج. طيب لو حصل بقى ان الليد مارجن دي بعدت عن الجلوب زي المنظر ده نبص هنا على الايه الليفت اي هنا
هنلاقي ان اللور ايليد ادي المارجن بتاعتنا اهي مايله بعيد خالص عن ايه؟ عن الجلوب، والبالبيبرال كونجكتيفا باينه. تمام، يبقى الحاله دي بنسميها اكتروبيوم. اكتروبيوم تمام. طيب الناحيه الثانيه، لا الناحيه الثانيه هنا الليد مارجن ايه؟ راقي على الليد مارجن كويس، وبالتالي على الجلوب كويس، وبالتالي مفيش ايه فيها مشكله. يبقى المشكله بس في الايه؟ في اليمه الشمال. يبقى ديت حاله ايه؟ اكتروبيوم في الليفت ايه؟ الليفت ايليد، الليفت لور ايليد. طيب نوع الاكتروبيوم هنا، طبعا شايفين هنا ايه؟ البيشنت دوت فيه هنا ايه؟ درماتوكاريسز، وفي هنا ايه؟ سكين رينكلينج كتير، يبقى ده اولد ايج، يبقى ديت حاله سينايل ايه؟ سينايل اكتروبيوم. تمام؟ هنا نفس الحكايه برضو زي ما انتم شايفين، ادي الليد مارجن اهيت، اللور ليد مارجن موجوده اهي، بس ما هيش لازقه فين؟ في الجلوب. يبقى اذا برضو دي حاله ايه؟ اكتروبيوم. تمام؟ طيب حاله اكتروبيوم، بس سبب الاكتروبيوم هنا ان في سويلنج كبير هنا زائق الايه؟ الليد ونازل بيه لتحت، يبقى دي حاله ايه؟ ميكانيكال اكتروبيوم. ميكانيكال ايه؟ اكتروبيوم. تمام؟ نيجي نشوف هنا العيان دوت، هنا العين الايه؟ العين اليمين هنا، ادي برضو الليد مارجن بعيد عن الايه؟ عن الجلوب، يبقى زي ما اتفقنا دي حاله ايه؟ اكتروبيوم. طيب ايه السبب المره دي؟ ده ما هوش فيه رينكلينج جامده، ما نقدرش نقول عليه ان هو سينايل ايه؟ اكتروبيوم، ولا فيه ايه؟ سويلنج، ولا حاجه زقه الايه؟ الجلوب لتحت. لكن لا، بص هنا كده على الجلد اليماني هتلاقي ان في سكار موجوده اهي. السكار ديت شدت الايه؟ الجفن او الليد مارجن ونزلت بيها لتحت كده. يبقى دي حالة ايه؟ سيكاتريشيال اكتروبيوم. سيكاتريشيال ايه؟ اكتروبيوم. طيب هنا برضو نفس القصة، لما نيجي نبص هنا على الايه؟ على الرايت اي، برضو هنا الايه؟ الليد مارجن ما هياش ايه؟ ان كونتاكت مع الجلوب، يعني دي برضو حالة ايه؟ اكتروبيوم. طيب هنا العيان هنا بيحاول يعمل ايه في الايه؟ لو هنا نبص هنا على ناحيه الاثنين، هو بيحاول يقفل عينيه، قفل عينيه كويس في الناحيه الايه؟ الشمال، لكن هنا جاي بيقفل عينيه، العين ما بتتقفلش ايه؟ كويس. ليه؟ علشان في باراليسيس في مين؟ في العضله اللي بتقفل العين، اللي هي مين؟ الاوربيكولاريز اوكيولاي ماسل، والعضله دي بتتغذى بالايه؟ بالسيفنس نيرف. يبقى دي حاله سيفنس نيرف بولسي، وعملت ايه؟ حاجه اسمها باراليتيك اكتروبيون، نتيجه للباراليسيس للايه؟ للبالبيبرال والاوربيتال بارت بتاع الاوربيكولاريز اوكيولاي ماسل. يبقى دي حاله ايه؟ باراليتيك اكتروبيوم. طيب برضو هنا ادي السلايد ديت، علشان ايه؟ نعرف ايه المشكله اللي في السلايد ديت، هنجيب برضو عندنا الايه؟ السلايد بتاعه النورمال ايليد. ادي عندنا هنا الابر ايليد مغطي ايه؟ مغطي الابر 2 مللي تقريبا من الايه؟ من الكورنيا، واللور ايليد يا دوبك جاست تاتش الايه؟ الليمبس. يبقى ده المفروض ده الوضع الطبيعي بتاع الايه؟ بتاع الايليد. واذا اختلف وضع الايليد عن كده يبقى في مشكله. يبقى تاني نحفظ كده عندنا، ادي هنا الابر ايليد اهو مغطي الايه؟ الابر بارت من الكورنيا، واللور ليد جاست ايه؟ تاتش الليمبس من تحت. طيب نيجي نرجع تاني للسلايدز الايه؟ اللي كانت معانا. نبص هنا على الايه؟ الابر ايليد في الناحيه اليمين، هنلاقي ان الابر ايليد مش مغطي الكورنيا، ده كمان راجع ورا كمان ايه؟ والسكليرا باينه. تمام؟ يبقى دي حل... يعني قارن هنا بالناحيه الثانيه، هتلاقي هنا ان الايليد مغطي طبيعي الايه؟ الابر بارت بتاع الكورنيا اللي هو المفروض بيغطيه، لكن ايه؟ هنا في الجزء دوت في ايه؟ حاجه اسمها ليد ريتراكشن، ماشي؟ في الايه؟ في الابر ايليد. عكس الريتراكشن الايه؟ التوزز. التوزز يعني ايه؟ ارتخاء في الجفن. هنا نبص هنا على الناحيه اليمين، يعني ايه؟ الجفن الى حد ما مغطي الجزء من ايه؟ من الكورنيا، وفي عندي هنا الليد كريز اللي احنا قلنا عليه واضح وباين اهو. طب تيجي بص الناحيه دي، هنلاقي ان الليد مغطي جزء كبير قوي من الكورنيا، نازل عن المستوى الطبيعي بتاعه، لدرجه ان الريفلكس بتاع الضوء ما هواش باين، باين هنا لكن ما هواش باين هنا. تمام؟ والكريز هنا، الكريز زي ما انتم شايفينه كامل اهو، لكن هنا كريز كامل في الاول، لكن بعد كده ايه؟ مش موجود. يبقى دي حاله ايه؟ توزز. وانه نوع من التوزز؟ غالبا دي كونجينيتال ايه؟ توزز. ليه؟ لان طفل صغير زي ما انتم شايفين، والكريز عندي ما هواش موجود، ده غالبا الايه؟ الفيتشرز بتاعت الكونجينيتال ايه؟ كونجينيتال توز. طيب
طيب هنا هنبص هنا برضو ايه نفس القصه، ادي عندنا الليد الناحيه دي مغطي ايه الجزء بتاعه بتاع الكورنيا، لكن هنا مغطي جزء اكبر. شوف هنا المسافه ما بين النور الابيض دوت وما بين الايه الابر ليد مارجن اللي احنا بنسميها مارجن تو ريفلكس ديستانس 1 او ام ار دي 1. ماشي، هنا تجي لها حوالي ايه 3 مللي ولا حاجه، انما هنا يا دوبك ايه المسافه ما بين الايه النور وما بين الابر ليد يا دوبك حاجه بسيطه خالص 1 مللي. يبقى اذا هنا المستوى بتاع الجفن نازل عن المستوى اللي المفروض يكون ايه يكون عليه. كمان عندنا هنا نلاحظ حاجه، الليد كريز هنا المفروض ان هو ده في ايه في مستواه الطبيعي، ده الليد كريز بتاعه طبعا مضغط هنا بالايه بفولد من السكين اللي بنسميها درماتوكاليسيس، بس ايه موجود هو تحت الدرماتوكاليسيس وباين هنا من الحته دي. طب بص هنا بقى على الليد كريز، شوف موجود فوق خالص. تمام، الليد كريز او الهايلايت كريز دوت ده فيتشر من حاجه اسمها الانفوليوشنال توزز او الصناعي الايه توزز، اللي هو بيحصل مع الايه مع الاولد ايج، ان بيحصل ديهيسنس في التندون بتاع الليفيتور، وبدل ما كان ماسك في ليفل واطي هنا بيطلع وينزل في ليفل ايه اعلى منه، وبالتالي بيعلى عندي الايه الكريز. بدل ما كان الكريز المفروض يبقى ايه الماكسيمم بتاعه 10 مللي، ممكن يوصل 13 14 مللي زي في الحاله دي. يبقى دي حاله ايه انفوليوشنال ايه توز، انفوليوشنال يعني مع السن. تمام، زي ما انتم شايفين هنا السن ده واضح ان هو اولد ايج، واضح ان في توزز، واضح ان الكريز بتاعنا ايه هاي. طيب نبص هنا برضو للايه للحته دي، ادي عندنا هنا البنت ديت ايه الناحيه ديت كويسه خالص. تمام، لكن هنا الناحيه دي نفس الايه نفس القصه، الجفن نازل عن المستوى الايه الطبيعي. لا، والعين كمان هنا هتلاقي انها ديفيتد لبره شويه. معنى انها ديفيتد لبره كده والعين ديت مظبوطه، ان العين ديت ايه مشدوده بعضله هنا اسمها اللاترال ايه ريكتس. يبقى دام اللاتر ريكتس واخده الاكشن قوي كده، معنى كده ان العضله اللي بتضدها اللي هي الميديال ريكتس ما هياش ايه شغال، والميديال ريكتس بتتغذى بحاجه ايه بالسيرد نيرف، والليفيتور برضو اللي بت ايه بتغذي او بترفع الجفن بتت ايه بتتغذى بالسيرد نيرف. يبقى اما نلاقي عندنا توزز مع دايفرجنت سكوينت بالمنظر ده نشك في ان في عندنا حاجه اسمها سيرد ايه نيرف بولسي، سيرد نيرف ايه بولسي. بس واضح ان هو ايه بارشال توزز، ما هوش كومبليت يعني الجفن ما هوش نازل قوي، وبرده العين ما هياش ديفيتد ايه مش ديفيتد قوي. طيب نبص هنا للعيان دوت، طبعا لو جينا نشوف برده مستوى الجفن هنا عن مستوى الجفن هنا، هنلاقي ان الجفن هنا ايه نازل سنه خفيفه خالص عن ايه عن الناحيه دي، دي اللي احنا ايه بنسميه مايلد توزز. ومايلد توزز او مودريت او سيفير بيحكمه كميه ايه او الاماونت بتاع الميجر ريفلكس ديستانس والام ار دي 1 اللي احنا ايه بنحسبها ما بين الايه اللايت ريفلكس وما بين الابر ليد مارجن. طيب نيجي هنا، طبعا ادي الليد عندنا نورمال مغطي الكورنيا كويس، وتحت برده نورمال تاتش الايه الليمبس، امال ايه واللاشز كويسه ما هياش داخله لجوه ولا حاجه، وهنا برده نفس القصه. امال ايه اللي مش مظبوط هنا؟ السويلنج اللي موجود ده. تمام، ده سويلنج هنا كبير اهوت، ده اللي هو الايه الكاليزيوم. كاليزيوم من ضمن التايبز بتاعت الكونجينيتال توزز زي ما بيحصل حاجه اسمها البيفوفيموز، فعندنا حاجه اسمها الماركس جان جو وينكينج فينومين. الماركس جان ديت قال لك هنا ايه الطفل ممكن يكون الجفن بتاعه ايه في وضع الارتخاء في البرايمري بوزيشن، لكن يجي يحرك بقه تمام زي في التشوينج او الايتنج او الدرينكينج او الكلام ده، يبتدي الايه الجفن بدل ما كان مستواه كده يبتدي مستواه ايه يطلع لفوق، يحصل كونتراكشن الايه الليفيتور، وده بيحصل لان في ابنورمال انرفيشن ما بين الايه الليفيتور وما بين عضله هنا اسمها التريكويدز اللي هي بتحرك الايه الفك. تمام، بحيث اما تحصل لها ستيميوليشن التريكويد تعمل ستيميوليشن برضو الايه للليفيتور، ويبتدي الجفن يبقى طالع نازل مع حركه الايه مع حركه البول، ده بنسميها جو وينكينج ايه فينومين. طيب برضو عندنا ادي الجفن اهوت موجود كل حاجه، اللي مش طبيعي هنا ان في عندي ايه ليجن موجود اهو، والليجن دوت السيرفيس بتاعه ايه ديفويد من الايه من الخلايا، يعني عامل ايه ألسر. تمام، يبقى ديت ألسرتيف ليجن موجود في اللور ايليد،
والسر فليجن في اللور ايليد موستلي بيكون حاجه اسمها رودنت السر او بيزل سيل كارسينوم. ده بيبقى الايه الديفرنشال دايجنوز رقم واحد في دماغنا، بس ما بناكدش عليه غير لما ناخد عينه منه كلها كده اهو ونبعتها تتحلل ونعرف بالظبط الباثولوجي بتاعها ايه. تمام. ده ليجن تاني برضو، ادي عندنا ايه بس الماضي الليجن موجود في الابر ايليد، وبرضو فيه هنا ايه السريشن وعليه سكار وعليه سكابنج جامده اهي موجوده. ده برضو ايه سكويمس سيل كارسينوما في الايه في الابر ايليد، اظن ايه سهل جدا ان انت تعرف. طيب هنا اللي يلاحظ بعض الاهالي ممكن يجي لك بالطفل زي ده ويقول لك شوف لنا الحول اللي عنده، تيجي تبص عليه ما تلاقيش فيه حول ولا حاجه، الواد بيبص سنترال وكل حاجه فيه تمام. يعني هي القصه كلها ان في عنده فولد من السكن جايه من فوق لتحت بالمنظر ده، بنسميها الايه الابيكانسس فولد. الابيكانسس ديت بتغطي جزء من الايه من البياض بتاع السكليرا، فيتهيأ لك ان الايه ان الاي قريبه من الايه من الانف شويه، فيتهيأ لك ان في كونفرجنت سكوينت. بس انت لو شديت الجلد من هنا وشديته من هنا هتلاقي ان الايه الوضع بتاعه طبيعي ما هوش فيه سكوينت ولا حاجه. يبقى ديت ايه ايبيكانس فولد او ايبيكانسس، وعامله حاجه اسمها ايه فولس كونفرجنت ايه سكوينت. في بعض الاحيان بقى بيبقى ايه جزء من الليد مفقود خالص، حاجه كونجينيتال كده ماشي، بيبقى في حاجه مفقوده بنسميها ايه كولوبوما، زي ما هي واضحه هنا في الايه في المنظر دوت. طبعا مشكلتها ايه ان الجزء دوت لما يجي الطفل يغمض عينيه بيبقى دايما الكورنيا بتاعه ايه اكسبوزد، ولازم ايه نحط له قطرات لوبريكانت على طول عشان ما تنشفش الكورنيا ويحصل فيها اكسبوجر ايه كيراتايتس، والحاله دي لازم بنتدخل سيرجر عشان نصلحها. طيب هنا عندنا دي طبعا الاي لاشز بتاعتنا، وطبعا هنا هنبص عند الاي لاشز هنلاقي ان في عندنا هنا ايه بارازايتس، والنتس بتاعت الايه او الاكس بتاعت البارازايتس موجوده ايه في قاعده الايه اللاشز. برضه ايه شريحه سهله وما فيهاش مشاكل.